باقي الرؤوس السوداء بتتشال معاكي بسهولة في دقايق، هتلاقيها بتتخلع معاكي خالص، هتلاقي السواد بيتشال، الرؤوس السوداء والبيضاء بتتشال. مكون مذهل لإزالة الرؤوس السوداء مهما كانت عنيدة ومهما كانت كتيرة، في لمح البصر هتلاقيها اتشالت معاكي واتخلعت بمنتهى السهولة. وصفة حلوة جدا بمكون رهيب لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف والبيضاء ومن أي مكان في الوجه حتى كمان لو موجود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده جايبه لك وصفه حلوه جدا جدا بمكون مذهل لازاله الرؤوس السوداء وحل مشكله الرؤوس السوداء والبيضاء، وبتتخلع بمنتهى البساطه بوصفه سهله وبسيطه جدا جدا ومش هتكلفك شيء علشان تتخلصي من المشكله ديت وتبقي زي القمر على العيد. وصفه حلوه جدا لتجهيزات العيد، عايزاكي تركزي معايا بقى يا قمر علشان الوصفة دي تنفع لجميع اجزاء الجسم، ومش بس كده هي بتفتح بشكل رهيب جدا بصرف النظر كمان ان هي بتشيل الرؤوس السوداء. قبل ما ابدا وصفتي، لاول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا ولائسها امرا يا حبيبه قلبي. اول حاجه حبايب قلبي هنعملها ان احنا هناخد معلقه اتنين تلاتة، تلات معالق صغيرين من السكر، ويفضل طبعا يكون سكر خشن، ما يكونش يكون سكر حبيبات، ما يكونش سكر ناعم، تمام؟ هاخد منه تلات معالق فقط، تمام؟ وتاني مكون معانا طبعا السكر، من الحاجات الحلوة جدا كمقشر لإزالة الجلد والخلايا الميتة. هنبدأ ان احنا ناخد تاني مكون، وده الكنز الرباني العظيم اللي بيشيل الرؤوس السوداء والبيضاء مع السواد بشكل رهيب جدا، وهو معجون الأسنان. هتبدأي تجيبي معجون الأسنان بتاعك وهتبدأي ان انت تحطي بالشكل ده كده معلقة من معجون الاسنان، تكون معلقة كبيرة، وهتبدأي ان انت تقلبي السكر مع معجون الاسنان بالشكل ده كده، هنقلبهم كويس قوي. اهم حاجة انك تقلبيهم كويس عشان يدوكي قوام كريمي ويبدأوا ان هما يتجانسوا مع بعض بالشكل ده. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي ان انت تجيبي معلقة صغيرة من النشا او الكورن فلاور، وهتبدأي ان انت تقلبي لحد ما تحسي ان القوام بدأ يبقى لزج معاكي. بصي بقى حبيبة قلبي، من غير اي اضافة مكونات ولا مية ولا اي حاجة، هتاخدي المكونات بتاعتك او الكريم بتاعك ده وهتخليه على نار هادية جدا مع التقليب المستمر لمدة ثواني بسيطة، ثواني بسيطة بس، تقلبيه لحد ما تحسي ان السكر بتاعك بدأ يسيح شوية مع التقليب المستمر، وتروحي قافلة النار على طول. بس اهم حاجة ان النار بتاعتك تكون هادية جدا، ما ينفعش انها تكون نار عالية علشان الكريم بتاعك ما يتحرقش، وهوريكي برضو شكلها. بصوا حبايب قلبي المكونات بتاعتي اهي اتقلبت على النار، بصوا قوامها بقى عامل ازاي. طبعا احنا علشان عايزينها تمسك في الهالات، تمسك في الرؤوس السوداء، هتبدأي بس تستني لحد ما تبرد خالص معاكي عشان تقدري ان انت تستخدميها. هتستني دقايق بس، حوالي دقيقة بس المكون بتاعك يبرد، تمام؟ بصوا لزج ازاي، لزج خالص اهو. هتبدأي ان انت تاخديه بقى بعد ما يبرد، بعد ما يبرد خالص، هو لسه سخن. هتبدأي
هتبدأي ان انت تحطيه بالشكل ده كده حوالين الانف والاماكن اللي فيها رؤوس سوداء. شايفين عامل ازاي لزج ازاي؟ هتبدأي ان انت تدهنيه بالشكل ده كده على الاماكن اللي فيها رؤوس سوداء، تمام. وهتبدأي ان انت تسيبيه لما ينشف خالص، لما ينشف خالص على انفك وعلى الاماكن اللي فيها رؤوس سودا وبيضة، تمام. او كمان بيبقى فيه في الدقن بيبقى فيها برضو رؤوس، فهتبدأي ان انت تحطي في الاماكن اللي فيها رؤوس سودا. بعد كده هتبدأي ان انت تخلعيه بعد ما ينشف معاكي خالص وتشيلي، هتلاقي الرؤوس السودا بتتشال معاكي وبتتشال من اول ما هتستخدميها. وممكن ان انت تجيبي منديل او ورقة كراسة وتبدأي ان انت تنتفي، بس ده غلط علشان انفك ما يحصلش فيها التهاب. انت هتسيبيه بس لحد ما ينشف وتفرقيه او تنزعيه، هتلاقيه بيتشال معاكي بسهولة جدا والرؤوس السودا بتتخلع معاكي. طيب دي الخطوة الاولانية اللي احنا هنشيل بيها الرؤوس السوداء. في خطوة تانية هنعملها مع بعض، ديت مش هتخلي يجيلك رؤوس سوداء تاني، وهتخلي المنطقة عندك منطقة الانف او المنطقة اللي فيها رؤوس سوداء ما تتحسس او يبقى فيها التهاب، او عشان خاطر بس معجون الاسنان بيكون حامي شوية على البشرة، وكمان بتدي ترطيب ونعومة حلوة جدا، هتخلي انفك دي كده بتلمع، تمام. يلا نقول الخطوة التانية حبايب قلبي. اول حاجة هنجيب طبق صغير بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نجيب معايا هنا زيت جونسون. وهتبدأي طبعا الخطوة دي هتعمليها مباشرة بعد ما تغسلي الوصفة بتاعتك وتنشفيها كويس جدا، هتنزلي بالطريقة دي على طول. هتبدأي ان انت تاخدي معلقة من زيت جونسون، معلقة صغيرة من زيت جونسون، وهتحطي عليها معلقة من الزيت السحري دوت، وهو زيت جوز الهند. هتبدأي تاخدي كمان معلقة من زيت جوز الهند بالشكل ده، وهتخلطيهم على بعض، زيت جونسون مع زيت جوز الهند. وهتبدأي ان انت تعملي تدليك للمكان اللي احنا عملنا فيه الوصفة كويس جدا جدا، هنعمل تدليك علشان ندي ترطيب وندي نعومة وندي ان احنا نخلي المكان ما يكونش فيه ان هو ما يرجعلوش تاني الرؤوس السوداء، ونرطب المكان كويس جدا. نصيحة مهمة جدا عشان ما يجيلكيش رؤوس سوداء تاني بعد ما نشيلها، اول حاجة تنظيف الوجه باستمرار مرتين يوميا، مرة الصبح ومرة بالليل بغسول كويس جدا منظف خالي من الصابون وخالي من الروائح ويكون مناسب لبشرتنا، دي اول حاجة. تاني حاجة نعمل على ترطيب الاماكن اللي احنا بنعاني منها من الرؤوس السوداء، لازم دايما نعمل لها تقشير ونعمل لها ترطيب، ونعمل تقشير بشكل اسبوعي عليها بمعلقة من القهوة ومعلقة من السكر وكمان معلقة من زيت جوز الهند، ونبدأ ان احنا نعمل لها مقشر حلو جدا كل اسبوع او كل 15 يوم. يا رب اكون قدرت افيدكم حبايب قلبي، بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا، واستنوني في وصفة جديدة، ولو عندكم اي استفسار قولولي في الكومنتات. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.